معنا ايضا للتعليق هاتفيا اللواء فؤاد علام الخبير الامني. سياده اللواء اهلا بحضرتك. اذا هل نستطيع ان نقول بانه منذ توجيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق محمد فريد واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه بتطهير سيناء خلال 3 أشهر كانت طيله المده الماضيه او الفتره الماضيه تتم عمليات الاعداد والتجهيز لتلك العمليه واليوم حانت ساعه الصفر؟ الو سياده اللواء. ايوه اهلا بحضرتك. أنت معنا الآن على الهواء مباشرة على شاشة أونلايف. يعني نتحدث أنه منذ توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق محمد فريد واللواء مجدي عبد الغفار بتطهير سيناء خلال 3 أشهر وربما نستطيع أن نقول بأن عملية التجهيز كانت تتم طيلة الفترة الماضية إلى أن جاءت ساعة الصفر. القوات المسلحة وجمعية الشرطة تبذل قصارى جهدها لمواجهة الإرهاب للقضاء عليه. تمكنوا من إحباط كثير من العمليات الإرهابية وكشف غموض كثير من العمليات اللي قاموا بيها. نتمنى إن شاء الله إنه في وقت قريب يقدروا ياخدوا على الإرهاب بالكامل. طيب سيادة اللواء، يعني عايزين خبرة حضرتك في توقيت العملية، ما هي دلالة توقيت هذه العملية وهل هي مستمرة؟ لم يتضح من البيانين الصادرين اليوم هل هذه العملية مستمرة أم أنها ربما تنتهي في القريب؟ لا تنتهي، محدش يقدر يقول انها تنتهي في وقت قريب ابدا. لانه انت عارف ان مصر بتتعرض لمخطط ارهابي دولي وكثير من دول العالم للاسف الشديد بيدعموا هذه المنظمات الارهابية، وبالتالي احنا بنبذل اقصى جهد ممكن على الاقل يعني تقليل من العمليات الارهابية. طيب هل يشير سيادة اللواء قصر المدة ما بين البيانين، الأول الذي يعلن فيه المتحدث العسكري بالاستعداد للعملية والثاني الذي يقول فيه بأن العملية قد بدأت، يعني نتحدث في 2.5 ساعة، هل ذلك له دلالة؟ يعني البيان مش واضح بالضبط، أنا ما أقدرش أعلق على حاجة ما يعني فيها نوع من الغموض، إنما أنا بعتقد أنه في مخطط بيجرى تنفيذه بيستهدف يعني توجيه ضربة مؤثرة للتنظيمات الإرهابية اللي موجودة في الساحة. طيب عايزين نعرف من حضرتك أيضا أهمية هذه العمليات الاستباقية التي تقوم بها قوات المسلحة بالتعاون مع رجال أي عملية استباقية معناها أنه يعني بينقذ البلاد من عمليات تدمير بتقوم بها مثل هذه المنظمات. طيب وبالتأكيد عمليات هذه العمليات الاستباقية تقوم على عملية جمع المعلومات، يعني في دور كبير للمواطنين. أيوة المواطن نام فعلا، المواطنين بقالهم في المرحلة الأخيرة دور وطني محترم جدا، بقالهم أكثر من 2-3 سنين في تعاون كبير جدا، وبالتالي احنا بنتمنى استمرار هذا التعاون إن شاء الله. طيب كيف تقيم التنسيق الحاصل حاليا من خلال قيام القوات المسلحة بمساندة قوات الداخلية في تلك العمليات؟ ما فيش شك ان في نجاحات كبيرة جدا، يعني كميات المتفجرات اللي بيتم ضبطها في الساحة وعلى الحدود الغربية بالذات وبعض الأحيان من الحدود الجنوبية دي بتنقذ البلاد من عمليات إرهابية كان ممكن يبقى لها أثر مروع جدا على الشعب المصري. طيب وأيضا سيادة اللواء أهمية الدعم الموجه من الدولة من رأس الدولة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات الأمنية التي تقوم بتلك العمليات، أيضا الأزهر أعلن في بيان اليوم دعمه، الكنيسة الأرثوذكسية أيضا أعلنت دعمها، أهمية هذا الدعم الموجه لرجال القوات المسلحة في تلك المرحلة؟ هو بمنتهى الأمانة بقى في إحساس شعبي بضرورة المشاركة في مواجهة الإرهاب، يعني المجتمع النهاردة بنسبة كبيرة جدا غير من سنة أو من 1.5 سنة فاتوا يعتبر بيقوم بدور مهم جدا في يعني تصعيب مهمة الإرهاب في تحقيق أهداف. قمة النجاح إنه يبقى في تعاون شعبي وده شيء مهم جدا وإحنا لامسينه كلنا، والنجاحات اللي حصلت نتيجة هذا التعاون. أيضا سيادة اللواء عايزين نعرف من حضرتك ما هي أهم الرسائل التي توجه في من خلال هذه العملية للداخل أو للخارج، كيف ترد تلك العملية على كل من يفكر في تطاول على أمن مصر؟ أنا لغاية دلوقتي بس اللي بيهمني إنه اللي بيأجروا الشقق المفروشة
محتاجين انهم يعني يفعلوا القانون المصري في ضرورة الابلاغ بالمعلومات عن مستأجري هذه الشقق، لان من متابعتي للعمليات اللي تمت في خلال سنتين الاخيرتين يعني عدد كبير جدا من هذه العمليات افرادها كانوا بيستخدموا الشقق المفروشة. فانا اقول القانون بيلزم المواطنين بضرورة البلاغ، فانا بتمنى ان احنا نفعل هذا القانون وان المواطن يتعامل بالنسبة ما يخافوش، احنا دي مش وسيلة للابلاغ عن الضرائب، لا، انما امن مصر يتطلب ضرورة التعاون في هذا المجال. وامنهم ايضا سيادة اللواء، امن مصر ده كله امن هؤلاء الاشخاص، نعم، امن مصر من وامن المواطنين. طيب عايزين نعرف برضو سياده اللواء رؤيتك لاهميه التكاتف والدعم الشعبي في هذه المرحله تحديدا في سيناء والتي لها طبيعه مختلفه، طبيعه استراتيجيه مختلفه وايضا طبيعه جغرافيه مختلفه. يعني من نعم ربنا انه ربنا عماهم وقاموا بالحادث بتاع مسجد الروضه اللي دفع من اهالي سيناء كلهم للتعاون مع كل الأجهزة سواء وزارة الداخلية أو القوات المسلحة، لأنه المواطنين أحسوا أن دي خسة شديدة جدا أنهم يفجروا مسجد بالمصلين، ويمكن فيه كانت بعض يتحرك من الإمام. النهاردة لا، في تعاون شامل وإن شاء الله يحقق الثمار اللي احنا عايزينه. ويمكن الأزهر اليوم في بيان سيادة اللواء أشاد بدور أهالي سيناء في تلك المرحلة، هي مسؤولية كبرى بالتأكيد سيادة اللواء ملقاة على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الداخلية، سواء في الحد من الجريمة الداخلية وأيضا في الحرب التي فرضت عليهم في الخارج. كيف تقيم جهود القوات الأمنية خلال تلك المرحلة بشكل عام؟ الأمن والقوات المسلحة بقالهم أكثر من 3 سنين قايمين بواجبهم على أتم وقت، إنما أنا بتمنى إنه يفعل دور المجلس القومي لمكافحة الإرهاب حتى يتمكن من وضع استراتيجية كاملة لمكافحة الإرهاب، وإن هذه الاستراتيجية تمتد إلى الخارج لبعض الدول اللي نتمنى ان يبقى الاستراتيجيه مشتركه سواء كان في السعوديه او الكويت او حتى ليبيا، المفروض انه تبقى داخله في مثل هذا الاستراتيجيه. سياده اللواء فؤاد علام الخبير الامني، شكرا جزيلا لك.